هل تريدين أن تعرفي أخيتي أفضل وقت لقراءة سورة البقرة في اليوم حتى تنالي من بركاتها ورحماتها وعجائبها ما لا عين رأت؟ تعالي شوفي مع الفيديو حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم. يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وأمان وسكينة ورضا من الله عز وجل ورضوان من الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة سؤله وأنت أعلم بحاجته منا يا رب. اقضي دينهم واغني فقيرهم وزوج عازبهم وارزق عقيمهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين، وفرح قلوبهم وفرش كروبهم وهمومهم يا رب العالمين. وأنت أعلم بها منا يا رب. ببركات سورة البقرة واجعلنا من أهل سورة البقرة يا رب جميعا يا رب العالمين. ويا رب يعطيكم أكثر مما تتمنون ويرزقكم من نعيم الدنيا والآخرة يا رب العالمين عاجلا غير آجل. وصلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حبيباتي حابة أحكي لكم عن أفضل وقت ممكن تقرأي فيه سورة البقرة، وهذا الوقت إذا قرأتي فيه سورة البقرة رب العالمين حيكرمك سبحانه وتعالى كرم عجيب، حتنالي من خيرها وبركاتها. يعني كثير من الأخوات اللي كلموني وقرأوا سورة البقرة في هذا الوقت شفيوا، وبعضهم سبحان الله تزوجوا وما شاء الله تبارك الله تحقق لكم أماني كثيرة، يعني منها الشفاء من المرض ومن العين ومن الحسد والزواج والذرية الصالحة. سبحان الله، يعني عجب عجب، ترين عجب بالحياة سبحان الله. وإن كنتي مستقرة مثلا بحياتك زواج وأولاد وكله، هتلاقي نعيم تاني، راحة نفسية، سعادة، رضا، سعادة زوجية سبحان الله. الوقت أفضل وقت تقرأي فيه سورة البقرة، واعرفي أنه هذا الوقت أساسا وقت نداء من الله عز وجل. حلك على شغله، ولله المثل الأعلى ولكلامه الكريم. سبحان الله، يكون في عزيمة لأحد، يعني هيك من الناس اللي عندهم جاه ويعني لهم مكانة بالعالم بين الناس، يعني ويكون عازمك عزيمة، وقت لك تعاي تفضلي عندي لعزيمة. مين انتي بتكوني حتى تنعزمي هالعزيمة؟ حيكون لك شي خاص عنده، هو صاحب نفوذ وصاحب مكانة بيعزمك. كيف حتكوني انتي بهالوقت من كل هالناس؟ حتكوني أحسن ناس صح؟ ولله المثل الأعلى، ربنا الكريم جل في علاه سبحانه وتعالى العظيم عم ينادينا في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر. ذكرت هذا الكلام من قبل، قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ساعة. هذا الوقت طبعا ثلث الأخير من الليل ما هو ساعة، أكثر من ساعة، ساعتين أو ثلاث ساعات، لكن آخر ساعة قبل صلاة الفجر قومي واقرأي سورة البقرة بهذا الوقت بقيام الليل كاملة من أولها لآخرها، وبعدها امسحي، انفثي بيدك بعد ما تخلصي الصلاة، انفثي بيدك وامسحي على جسمك. والله إنه ترين من الخير والبركة
امشي عليها أسبوع بيقين بيقين، مثل ما أنت حافظة اسمك. شفتي كيف أنت موقنة إنه هذا اسمك؟ ممكن حدا يقول لك لا هذا مو اسمك على فكرة، يعني لا هذا اسمك. كيف اسمك أنت فلانة الفلانية؟ كيف أنت متقنة إنه هذا اسمك؟ بيكون يقينك بالله عز وجل سبحانه وتعالى إن سورة البقرة فيها من الخير العجب، فيها من البركة ما لا عين رأت. وصدق رسولنا الكريم حين قال أخذها بركة. سورة البقرة فيها من الخير والنعيم، فيها من كل مراعاة الأحزان والآلام والتصبير والهدوء النفسي، وفيها آية عظيمة هي آية الكرسي، وفيها الآيتين إذا قرأتيهم في يومك كفتاه، آيتين أخيرتين من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه، كفت كأنه صلى الليل كله، كأنه صام الدهر، كفتك من أعمال الصالح. والله في أخوات كلموني على الخاص، بدأوا معي من تقريبا نقول سنة وهي عم تقرأ سورة البقرة في قيام الليل، إني فضل الله عز وجل. كلمتني وحدة من كم يوم قالت لي أنا الحمد لله فرحي بعد أسبوع، ما شاء الله تبارك الله، وهي كانت كبيرة في العمر، يعني قالت لي أنا وصلت أكثر من 37 سنة، يعني بهذا الوقت سبحان الله البنات يعني بيكون كبرت خلص، وإن شاء الله ربنا كريم ورب يرزق الجميع يا رب. بس إن هي حست حالها كبرت، إنه أنا كتير كبرت 37 سنة، وربي أكرمها وأتقتلها دهمي على سورة البقرة بقيام الليل. قيام الليل يا بنات من الحسد، من العين، من السحر، من المس، شفاء، شفاء عاجل، شفاء عاجل. والله والله عم أقول لك إنه في بنات كلموني زواج، بنات كلموني قالوا لي الحمد لله ربي رزقني سكن، ربي رزقني سيارة. والله في وحدة قالت لي إني أنا يصعب علي إني أتحرك بلدي، إن بلد يعني صعب علي أمشي وتعبانة رجلي، بدي سيارة بس تي وضع المادي صعب. رب العالمين كيف أكرمني، من كم يوم كلمتني كمان قالت لي الحمد لله ربي أكرمني بسيارة ورزقني سيارة بفضل الله حتى أقدر أتحرك فيها بلدي. يعني شوف كرم رب العالمين عجيب. وفي بعضهم يقولوا لي والله ما نعرف يعني السعادة هذه، يعني قول يا ربي ليش كل هالعمر ضيعته من دون سورة البقرة؟ كيف ضاع عمري من دون سورة البقرة؟ ندمانة على الوقت اللي مضى عليها من حياتها ما قرأت سورة البقرة بقيام الليل. بقيام الليل يا بنات قبل أذان الفجر بساعة امسكي سورة البقرة اقرأيها كامل بيقين. شفتي اليقين اللي كان في سيدنا يونس، سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، يقينه بالله عز وجل، كيف ربي أكرمه وطلعه وهو من ثالث ظلمة قاعد ببطن الحوت بين الدماء والأحشاء، طلعه هو بيقين إن رب العالمين قادر على كل شيء. هيك بتقرأ سورة البقرة بيقين بالله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أتى يحطوه بالنار، قومه أجوا يحطوه بالنار ليحرقوه، سيدنا جبريل عليه السلام نزل عليه قال لك حاجة، يعني إذا بدك شيء إلنا، شو بدك؟ بدك يا بعمل فيهم؟ قال له فمنك فلا، أنا إلي بس منك لا، أنا عندي حاجة بس منك لا. من رب العالمين، ربي يقينه بيقينه إن ربي حينجيه من النار، قلبت النار، إن قلبت النار من خاصية الحرارة لخاصية البرودة. يا الله ربي سبحانه وتعالى هو القدير، هو الخالق سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى يزوجك، قادر سبحانه وتعالى يرزقك من نعيم الدنيا والآخرة، يعطيك يغنيك يشفيك. على فكرة حبيباتي أغلب الأمراض اللي عم تحصل للناس هذه الأيام من العين والحسد، فتخيلي أنت عم تقرأ سورة البقرة عم تشفيك، عم تشفي جسدك من العين والحسد، وأكيد الشفاء العاجل بإذن الله عز وجل. خلي يقينك بالله مثل يقين هالناس الذي قتل 99 رجل، راح لعند واحد قال له أنا الله بيغفر لي، قال له لا قتلوا صاروا 100،
وقت راح لعند واحد قال له ربي بيغفر لي، قال له ايه بيغفر لك، تاب وآمن بالله. راح قال له لازم تروح للقرية اللي فيها الناس الصالحين حتى تكون يعني تهاجر لبلد فيه الإيمان والدين. راح هو عم يهاجر بطريقه، مات. رب العالمين غير الكرة الأرضية كلها، قربها مع أنه هو كان أقرب يعني بعيد عن الأرض، أرض المسلمين، أرض الصالحين، قرب الأرض كرماله بيقينه وصدقه مع الله عز وجل وتوبته النصوحة. خلي إيمانك ويقينك بالله عز وجل كبير، لا تقولي حجرب، أصحك أصحك تمسكي سورة البقرة وتقرأيها كتجربة مثل فلانة ومثل علانة، أصحك قيها بيقين إن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى العظيم الرزاق الرحيم الحنان المنان الكريم الرحيم، إنه على كل شيء قدير قادر سبحانه وتعالى، الذي خلقك وصورك وعطاكي من كل شيء، يعطيكي اللي تتمنيه، يعطيكي حلمك بشي اللي هو خير إلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب العالمين حيكرمك بالشيء اللي فيه خير إليك، السعادة، الطمأنينة، الراحة النفسية، السكينة. إن الله على كل شيء قدير. وربي يعطيكم من بركات هذه السورة العجيبة، سورة البقرة، السورة الرائعة، السورة الحنونة علينا، بتحسي في أيدي خفية عم تحن عليك وتطبطب عليك وتسعدك سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يا رب أكرمنا ببركات سورة البقرة وجعلنا من أهل سورة البقرة جميعا يا رب، وجميع من يسمعنا يا رب. ربي اجعلنا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوفكم إن شاء الله حيباتي بالفيديو الجاي، أنتم بخير وأنا بخير بإذن الله. لا تنسوا تنشروا الفيديو حتى يكون إليك من الأجر والثواب كأجر الخير كله، ولا ينقص من أجوركم شيئا، الدال على الخير كفاعله. عسى أن تنقذي إنسانة كانت بحاجة إنها تتنور بحياتها وتنحل مشاكلها بحياتها، وربك كريم ورحيم سبحانه وتعالى يعطيكم يا ربي حتى يعطيكم إن شاء الله. شوفكم إن شاء الله بفيديو جاي، أنتم بدعائي دائما، أنتم بدعائي دائما حبيباتي. الله يسعدكم يا رب يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.